من تجارب الحياة، من تجارب الحياة ده أول نص في منهج تانية ثانوي للغة العربية كتبه زهير بن أبي سلمى، وده هيكون النص اللي احنا هنناقشه النهاردة. هنعرف ايه المعاني، ايه التعبيرات الجميلة، مين زهير بن أبي سلمى، وليه أصلا فكر ان هو يكتب النص ده. مبدئيا خالص، مين زهير بن أبي سلمى؟ من هو زهير بن أبي سلمى؟ زهير بن أبي سلمى ده شاعر من شعراء المعلقات اللي اتكتبت في أيام الجاهلية، فهو شاعر من شعراء المعلقات. طيب إيه المعلقات؟ احنا عارفين طبعا إن دي من السنة اللي فاتت، هي القصائد الطوال اللي كانت بتعلق على أستار الكعبة، واللي كتبها 7 من أشهر وأجود شعراء العرب في أيام الجاهلية. زهير بن أبي سلمى ده كان واحد منهم، وعرفت قصائده بالحوليات. إيه الحوليات؟ الحوليات عامة ده جمع لكلمة حول، يعني مفردها كلمة حول، والحول هو العام. طب ليه سميت قصائده بالحوليات؟ لأن كل قصيدة كان بيكتبها كانت بتستغرق عاما كاملا. بيقسمها إزاي؟ كان بيقسمها 3 مراحل، المرحلة الأولى والتانية والتالتة، كل مرحلة فيهم بتاخد 4 أشهر. تمام؟ المرحلة الأولى كان إن هو بيكتب القصيدة، بعدين ينقحها ويرجحها، بعدين يعرضها على أصدقائه، وبعدين بينشرها لعامة الناس. ليه كتب النص بتاع من تجارب الحياة؟ كتبه علشان يمدح فيه يعني كتبه بغرض المدح. تمام؟ يمدح فيه سيدان، هما الحارث بن عوف وهرم بن سنان. عمل ايه الحارث بن عوف والهرم بن سنان؟ دول حاولوا ان هما يصلحوا بين قبيلتي عبس وذبيان. يبقى احنا دلوقتي كان عندنا عبس وذبيان، حصل ما بينهم حرب دارت اكتر من 40 سنة، جاي يصلح ما بينهم. تمام؟ فردين اللي هما مين؟ الحارث بن عوف وهرم بن سنان. اما هو عمل القصيدة دي علشان ايه؟ عشان يمدحهم. تمام؟ بلس ان هو زود عليهم كمان حكمته في الحياة، بما ان هو عاش كتير فحب ان هو ينشر حكمته في النص بتاعه. تمام؟ احنا لسه قايلين زهير بن ابي سلمى ده شاعر من شعراء الجاهلية، عرفت قصائده بالحوليات. والجدير بالذكر ان هو كل عيلته كانت شعراء. تمام؟ كان ابوه وخاله وزوج امه وبنتينه واختينه وولديه، كلهم كان اللي هم كعب وبجير. تمام؟ حتى حفيده كان شاعر. طيب ندخل على النص. هنقسم النص معانا 3 اقسام ونبدا نشرح قسم قسم بمعانيه بالتعبيرات الجماليه اللي فيه. اول حاجه النص ده من المعلقه بتاعته، واحنا عارفين ان هو كان بيعملها علشان يمدح الناس، وكمان على اللي هم الحارث بن عوف وهرم بن سنان، وكمان علشان ينشر حكمته في الحياه. اول حاجه بيقول في اول بيتين: سئمت تكاليف الحياه ومن يعش 80 حولا لا ابا لك يسأم، واعلم علم اليوم والامس قبله، ولكنني عن علمي ما في غد عميق. يعني ايه؟ بيقول زهير بن ابي سلمى في النص ده مبدئيا خالص بيقول انا زهقت من الحياه. تمام؟ سئمت يعني مللت. تمام؟ تكاليف يعني مشاق ومتاعب وشدائد اعباء. تمام؟ فانا زهقت من تكاليف الحياه. طب يا ترى انا ليه زهقت؟ عشان انا عشت 80 حولا. احنا لسه قايلين ان حول يعني عام، لو انا عشت 80 سنه انا خلاص مللت الحياه. تمام؟ ومن يعش 80 حولا يسأم، خلاص يعني ده شرط ان الحياه، يعني ده نتيجه، خلاص انا عشت 80 سنه انا زهقت. طب يعني ايه لا قبلك؟ لا قبلك ممكن تفتكروها الاول وهل ان هي شتيمه، بس هو في الحقيقه دي كنايه عن المدح، اتحذفت بقيتها وهي قصدهم بيها لا قبلك مذموم. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لنفسه انا زهقت من الحياه، بس انا استحق ان انا اعيشها. ليه؟ لان انا ابويا كان راجل شريف، انا لا ابا لي مذموم. انا بابايا كان راجل كويس جدا، وانا يعني ما ينفعش ازهق من الحياه علشان انا يعني من الناس المهمه. فهو بيقول سئمت تكاليف الحياه، لقد عشت 80 عاما حتى مللت من مشاق الحياه، ومن يعش ذلك العمر الطويل فلا بد ان يسأم. لو قلنا التعبيرات الجماليه فاحنا هنقول ان كل البيت ده على بعضه يعتبر كنايه عن طول العمر، عن معاناته في حياته، وان هو عاش مصاعب كتيره. تمام؟ ولا ابا لك ده اسلوب خبري لفظا انشائي معنى. يعني ايه انشائي معنى؟ احنا عارفين ان الاساليب الخبريه هي والاساليب الانشائيه.
الأساليب الإنشائية هي الأساليب الطلبية، أمر، نهي، نداء، استفهام، تمني. والأساليب الخبرية هي غير الطلبية. تمام؟ طب أنا هنا بقول إيه؟ بقول لا أبا لك، هل ده نهي ولا نفي ولا إيه؟ فهو ده أسلوب بيفيد التمني، أو مش بيفيد التمني، هي في الآخر جملة اعتراضية، بس هو خبري لفظا، يعني هو طريقته غير طلبية، بس هو محطوط في الصيغة الإنشائية، علشان كده بنقول إن هو اتقال بطريقة خبرية بس معناه إنشائي. تمام؟ ده أول بيت معايا. تمام؟ إحنا كده تمام عرفنا أول بيت، هنحاول نشوف مع بعض تاني بيت. هو بيقول إيه؟ وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. بيحاول يهيئ القارئ او السامع اللي هيسمع النص بتاعه، يقول له خلي بالك انا ما بقولش ان انا عارف كل حاجه عشان انا عشت 80 سنه، بس انا عندي علم كبير جدا. انا عارف علم اليوم، علم اليوم اللي هو علم الحاضر، عارف علم الامس اللي هو علم الماضي، انا عارف اللي حصل دلوقتي، وعارف اللي حصل زمان، عارف المعارك والحروب، بس انا لسه ما اعرفش ايه اللي هيحصل بكره. تمام؟ فهو دلوقتي هيقول ايه؟ بيقول إن هو زي ما قلنا عندي علم بما مضى وما هو حاضر، ولكنني أعجز عن معرفة الغيب. هو كل ده بيهيئ المستمع إن هو يسمع الحكم بتاعته. تمام؟ يبقى إحنا ممكن نقول إنه البيت ده هو بيقول كناية عن خبرة الشاعر بالحياة وتجاربها، وممكن نقول كمان إنه عن علم في غد عمي هو كناية عن جهله بالمستقبل. فإحنا لحد دلوقتي كل اللي توجهنا له عبارة عن كنايات. ممكن نلاقي مثلا مقابلة أو طباق، فإحنا ممكن نلاقي طباق دلوقتي ما بين مثلا إيه؟ أعلم وأجهل، أو يعني أعلم وعمي. تمام؟ هما الاثنين ما بينهم طباق. طيب في مثلا الغد، فين الغد؟ الغد والأمس، دول برضو ما بينهم طباق. تمام؟ ودي كده تكون المحسنات والمعاني اللي موجودة في أول بيتين. ندخل بقى على المحتوى الثقيل، وهو حكم مستمدة من تجارب الحياة. هو دلوقتي قال أنا عشت كتير قوي وعندي حكم كتير قوي، والحكم دي هو اللي هيقولها في الأبيات اللي جاية دي، وهي عامة أبيات سهلة جدا هتخلص بسرعة. يقول إيه؟ بيبدأ بالحكمة الأولى، والحكمة الأولى اللي بيوجهها للمستمعين هي أن إن من يصنع المعروف حماية لعرضه فقد حفظه، ومن يعطي الناس أسبابا لشتمه فلا يلومن إلا نفسه. من الآخر الحكمة الأولى بتاعته بيقول فيها حافظ على نفسك واللي هتتشتم. يعني يقول إيه؟ من يجعل المعروفة من دون عرضه، من دون يعني حماية، يعني علشان أحمي حاجة تانية. فاللي بيخلي المعروف اللي هو العمل الطيب أو الإحسان أو الخير علشان يحمي بيه شرفه ونفسه، يفره يعني يحفظه، يعني هو كده حافظ نفسه. طب واللي بيلاقي نفسه بيتشتم وبيحافظ على نفسه، فالنتيجة ان هو هيشتم. يبقى لو قلنا عن التعبيرات الجمالية في النص ده، ففي البيت ده، فاحنا هنلاقي بنقول انه من يجعل المعروف من دون عرضه، دي كلها على بعضها استعارة مكنية. طب استعارة لإيه؟ شبه فيها المعروف بان ده حاجة مادية، تمام، ممكن ان هو يحطها قدام حاجة تانية، وصور العرض بان هو برضو حاجة مادية ممكن حد يحميها بالمعروف. تمام؟ فدي كلها خيالية، ان هو شبه الاحسان بحاجه بتتعمل والعرض بحاجه بتتحفظ، يعني حاجه حقيقيه ممكن احفظها. تمام؟ وكل ده على بعضه طبعا اسلوب شرط، انه من يجعل المعروف يفر، ومن لا يتقي الشتم يعني يشتم. حلو؟ وطبعا الاساليب دي فيها تحذير، يعني من لا يتقي الشتم يشتم، ده تحذير من الناس اللي بتسيب نفسها للحياه ان هي تبهدلها وما بتوقفش علشان تحمي شرفها ونفسها. اوكي؟ كده أول حكمة معانا، وهي حكمة إن إحنا لازم نحافظ على العرض بتاعنا بإن إحنا نعمل معروف. تاني حاجة بيدعو إلى الكرم، ويقول الشاعر من يفذ صاحب فضل أو مال فيمنع فضله عن قومه فإنهم يبتعدون عنه ويذمونه. بيقول لهم اللي فيكوا عنده فضل، فضل يعني زيادة، وبيبخل بيه على قومه يعني على ناسه، تمام، خلاص هو كده هيذمم والناس هتستغنى عنه وسوف يبتعد عنه. حلو؟ فعلشان كده ممكن نقول ان البيت ده كله كناية عن الأنانية. تمام؟ وبرضو قلنا ان ممكن نقول ان دي استعارة مكنية، زي فضل فيبخل بفضله، شبه الفضل وهو الزيادة بشيء مادي يبخل به. تمام؟
كده خلصنا البيت الثاني، وهو برضه يعني اول بيت بيدعو الى بيدعو الى حمايه العرض والنفس، ثاني بيت بيدعو الى الكرم. طيب ثالث ده كده دي حكم مستمده من الحياه. ثالث حاجه بيقول للناس اوعوا تخافوا من الموت، لان الموت ايا إن كان انتوا فين هيجيلكم، ايا كان حتى لو حاولتوا تعملوا ايه برضو الموت هيجيلكم. فهو بيقول من هب اسباب المنيه، فهي عامه المنايا او يعني علشان مفردها يعني المنيه، وهي الموت، يلقاها ولو رام اسباب السماء بسلم. اللي هيخاف من الموت تمام هيلاقيه حتى لو طلع السماء بسلم، تمام، حتى لو يرقى او يصل الى اسباب، يعني هم او هنا في عندنا اتنين اسباب. اسباب الاولى تمام وهي طرق، اللي يخاف من طرق الموت تمام هيلقاها حتى لو رمى اسباب السماء. يعني ايه اسباب السماء؟ يعني نواحي السماء. فممكن نقول ان هو كده يعني دي استعارة متنية شبه انه اسباب المنايا او طرق الموت دي وحوش الناس بيخافوا منها. وكمان ممكن نقول عن ان البيت كله ده كناية عن الاستحالة من الهروب من الموت مهما حاول الانسان ان يفعل. فاحنا كده ممكن نقول ان احنا عندنا كل الابيات دلوقتي تعتبر كنايات لحد دلوقتي. رابع حاجة هيرجع تاني لفكرة المعروف زي في الـ يعني معانا البيت الاول، معانا برضو هنا البيت الرابع بيفكر برضو في المعروف، بيقول خلي بالك اعمل المعروف في الناس الصح، ما تعملش المعروف في غير اهله، في غير ناسه، في غير مستحقيه، ولا هيكون الشكر بتاعك ذم، يكن حمده ذما عليه وهتندم. فهو بيقول من يقدم معروفا لمن لا يستحقه لا يشكر، بل ينكر فضله ويذم. فاحنا برضو ممكن نقول انه دي استعارة متنية برضو زي اللي فوق هنا شبه الـ يعني المعروف بشيء مادي يعطى، هنا برضو شبه المعروف هو استعارة متنية شبه المعروف بشيء مادي يوضع في غير موضعه. تمام، اللي هو المعروف ده في النهاية الإحسان، فهو معنى يعني مش ملموس. بعدين خامس حاجة معانا، ومن يختلف يحسب عدوه صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرمه. يعني هو بيقول من الآخر يعني إن النصيحة دي إنه المغترب لا يعرف صديقه، المغترب لا يعرف صديقه، ويعني صعب على الشخص المغترب إنه يعرف مين الشخص الكويس ومين الشخص الوحش. فالبيت كله عبارة عن كناية عن اختلاط الأمور على الإنسان المغترب، تمام؟ والاختراب هو يعني ان هو بيبعد عن وطنه. سادس حاجة ودي مهمة جدا، بيقول فيها انه مهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها يعني ظنها تخفى على الناس تعلم. مهما كانت فيك صفات او خصال بتحاول تخبيها حتبان، لان صفات الناس عمرها ما هتخفى على اي حد وحتبان مهما حاولت تخبيها. فالنص فيعني السطر كله ممكن يعتبر برضو كناية عن استحالة اختفاء الطباع او الخلائق. وممكن نقول ان وان خالها تخفى دي جملة اعتراضية او اطناب، يعني ايه اطناب؟ يعني جملة زايدة بس ليها فايدة، تمام؟ فهو ممكن نقراها كده، ومهما تكون عند امرئ من خليقة تعلم حتى لو حاول يخفيها باي طريقة من الطرق. اخر حاجة وهو الختام بقى بتاع الحكمة، بيقول فيه جملة مهمة جدا، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى الا صورة اللحم والدم. يعني من الاخر انه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان المرء باصغريه لسانه وقلبه، يعني الانسان يكتسب قيمته، تمام، يعني قيمة الانسان مكتسبة من حاجتين، عقلا راجحا وده اللي بيعبر بيه من لسانه يعني، وقلبا نقيا، وهو ده اللي بيدي الانسان قيمته. فبدون العقل وبدون القلب يصبح الانسان مجرد صورة من اللحم والدم. فعشان كده كل البيت ده عبارة عن كناية عن تكامل العقل والعاطفة، اللي هو اللسان والقلب، والفؤاد هو القلب. كده يكون الشاعر خلص النص بتاعه او خلص الجزء اللي علينا النهارده. التعليق بتاع النص هو ان هنقول ان النص مرآة صادقة للعصر الجاهلي. ليه؟ العصر الجاهلي كان فيه حاجات كريمة
وحاجات مذمومه. طب ايه اللي بيعبر في النص ده عن المرآة للعصر؟ حاجات الكريمه ان هو كان بيدعي للصفات الطيبه زي الكرم وحفظ الجار والمعروف، والصفات المذمومه هي كثره الحروب حتى انه سائم الحياه، خلاص هو مش قادر. تمام، زي بالظبط اللي حصل ما بين عبس وزبيان. ايه سمات اسلوب الشاعر وسبب اعتماده على الاسلوب الخبري؟ لو لاحظتوا هتلاقوا ان هو ما كانش بيطلب كتير، هو كان بيقر. هو استخدم الاسلوب الخبري علشان الاسلوب الخبري بيستخدم لغرض الحكمه، تمام، علشان يؤكد الحقائق وينقل التجارب، تمام. وجاف كده في سقف يعني في طريقه اسلوب الشرط، علشان اسلوب الشرط بيعتمد على حاجتين وهما السبب والنتيجه. عشان يقرر بالنسبه لماشي الشعر هو اول حاجه عمل المدح وتجنب الكذب. ما كانش بيمدح على الفاضي، بس كان بيمدح صح وما بيكذبش كتير، تمام. الاكثار من الحكم، قلة الصور البلاغية. لو لاحظتوا هتلاقوا انه ما كانش فيه غير تقريبا اتنين بس استعارة مكنية، لان هو مش عايز يخاطب العاطفة، هو عايز يخاطب العقل بس. كان فيه طباق، وكمان تجنب غريب اللفظ. لو لاحظتوا هتلاقوا ان هو اغلب النص كله كان كلام احنا عارفينه، كلام مش جديد علينا، وحاجات سهل ان هي تتفهم لو حد قرا النص اول مرة. وبكده نكون خلصنا النص الاول بتاع منهج تانية ثانوي. اتمنى تفهموا ومعناه نفهم نتعلم ببساطة.